طيب احنا اكيد يعني انه ما شاء الله، يعني ربنا مديكي نعمة، الحمد انك لله. ست قوية ما شاء الله. بتخافي من الحسد ولا ايه؟ لا انا بقول الحمد لله ما خالص. بتخافيش من الحسد؟ هو بتاع ربنا محدش نشك عين مرة كده؟ كتير قوي اتنشيتي، في بتعملي التمرين ايه طيب بالذات، عشان تأمني الحكاية دي؟ بالتمرين بقول الأذكار وعلى الله، طب كله على لله الله. حكايتي. واحد بقى استظرف، على الله حكايتي. واحد حب يستظرف، استخف دمه معاكي في حاجة واكيد تعرضتي لموقف بايخ فندم، بقى هو اتسحل فندم هي فعملتي ده؟ المرحلة دي بتبقى بعيدة قوي عننا، ما عننا حصلتش ولا احنا. مرة انك استخدمتي ده فعلا في موقف؟ ان شاء الله حد يعني خطف شنطتك وطلع جري مثلا، اكيد لا ما بتحصلش اصلا، لا دفاع عن بتخافي. النفس يعني كدفاع عن إيمان النفس اكيد في موقف هو الشكل تفتكري. اصلا هيخاف هيعاكس مين؟ شكل مين ده؟ انت طلعتي غير ما تصورنا، وانا ده هنا بس قمرية قدامكم ده. كده بس. او هيخاف يمد ايده يسرق حاجة، بس لو حد مثلا معجب بيكي يعني بتتعرضي للموقف ده، اكيد حد عاوز يتقدم يرتبط، ولا بيخافوا برضو ولا ايه؟ والله بيخافوا. بيخافوا برضو. طب ايه، طب هو يا جماعه اهي يعني الراجل بيخاف من الست قويه، الطريق يعني عايزه مفتوح. ضعيفه كده محتاجاه لا له مش دايما. شرط، هي شخصيات يعني مش شرط، ما هو ممكن يكون شخصيته اقوى مني لكن اقوى عضلاتي مين انا بقى يا اقوى عم منه، ده؟ انا بشيل يعني بقى انا ممكن قد كده. عضلاتي اقوى بس هو شخصيته اقوى، يعني فهو الاحتواء هو اللي بيفرق. يعني انت ممكن ترتبطي بشخصيه او براجل يكون بنيته الجسمانيه اضعف منك عادي؟ لا طبعا. لا طبعا. على طول من ازاي من يعني؟ ازاي لا يعني لازم يكون في تكافؤ في كل حاجه، حتى في القوه البدنيه، في القوه في العلم وفي الشخصيه وفي طب انت شايفه اولادك ازاي يا ايمان؟ نفسك يعني لو بنوتك جت قالت لك ماما انا همشي على نفس السكه وهاخد هتعلم العاب قوه وهدخل المصارعه وهبقى بلدوزر برضو وكلام من ده، هتشجعيها ولا هتقولي لها لا ارجعي؟ هشجعها طبعا، اللي هي نفسها فيه. انا حاولت معاها كتير في الاول ده، انت اللي حاولتي. بس هي بنوتاتي قوي يعني، ف كده بسكوتات غاويه. ايه امال غاويه؟ وعايزه غاويه غاويه اللغه، اللغه الكوري اللغة. والحاجات دي بتحب اللغات. اسكندريه دي بلد الفن، مطلع لنا فنانين جمال هي وفنانات جمال. دي على هندي شويه قمر زي ما مامتها. انت رومانسيه يا ايمان؟ حاساكي رومانسيه اشمعنى؟ غلط ولا صح؟ كل واحد فيه الجانب ده وفي يعني الجانب ده. طقوسك الرومانسيه ايه؟ بتتمشي على البحر كده في اسكندريه، بتسمعي مين؟ طبعا بتعملي ايه في الطقوس الرومانسيه؟ ما بحبك بحب الحاله ومفيش حد، فيش ارتباط بحب فضل دلوقتي. شاكر، بحب عمرو دياب قوي. انا اليومين دول بغني على اغنيه فين ده؟ بتغني لنا حاجه ايمان كده؟ مش يمكن في بقى موهبه زمان كنت مدفونه. بغني. موهبه موتين. لو حد ضايقك في الشارع بتتعاملي بقى معاه وكده يعني، او علق سهل؟ عايزاها تكملي في الرومانسيه والحب والغنى، ويمكن ناخد منها دلوقتي حاولت مطلع حاجه. حاولت بس مش يعني هتكسفنا، مش هتكسفنا ايمان. والله يا قصي، هو الست زي ما قلنا الرياضه ده رقم واحد في حياتك. بعد طبعا ما تغيريش الموضوع تانياتك. مش هغير. ماشي. تاني حاجه لما يعني يكون في مثلا علاقه لازم تكوني انت دي خطوات للست يعني بشكل عام. اتفضلي. ماشي. خلينا ستي في خلينا انت برج ايه يا ايمان؟ قوس. اتعرضتي لموقف صعب في الشارع يعني ودافعتي عن نفسك بقوه؟ الراجل اتفاجئ بالنسبه ان لنا قمر ناعم كده راح تحول. انا ساعات بتحول. بتحولي امتى بقى؟ ساعات لحد بتحول ضايقك لما اوصل بكلمة. لمرحله بقى خلاص يعني. كلنا كلنا بشر. مم. لكن دايما يعني اللي هو بيوصل مش غرور والله، بس اللي بيوصل لانه لحاجه معينه خلاص انت وصلت ثقة في للتوب. النفس. مهما وصلت من ثقه من انت خلاص ما فيش حد بعدك، ما حدش هيعديك. انا الاجانب مسميني هنا في مصر اقوى عضلات في مصر. يعني انا معروفه شويه عند الاجانب اكتر من المصريين. وستاتي بس، انت بتدخلي مسابقه ستاتي بس صح؟ طب ايه اللي يستفادك انك تخشي بعضلاتك في موقف او بايديكي؟ لو شفت حد قدامي بيتأذى ممكن لو اعمل حد كده. ضعيف زي ايه؟ حصلت قبل كده؟ طبعا. حصل ايه؟ يعني في الشوارع الحاجات اللي بتشوفيها دي. اذى حيوانات يعني ولا اذى حاجه معينه؟ موقف حصل قدامك مثلا؟ في طبعا كتير. هو عمل الغلط فانت عملتي معاه الصح. لازم ايه بقى الموقف كان؟ ما هو انت بقى بسعاد لما بتتحولي ما بتفتكريش. حاولتي على العيال مره في البيت؟ اصلا مش فاكره يعني العيال اكيد بيخافوا منك وبيسمعوا الكلام كده من سكات الولاد في البيت.
ما حدش هم اصحابك ما فيش مره مثلا تقلتي العيار شويه ايدك تقلت على العيل من العيال وزعلتي بعد كده؟ يعني زي الحياه الطبيعيه اي واحده ست. لا انت مش زي اي واحده ست يعني لو خد بوكس هيتنزل يعني الطلبه عندك مثلا بيخافوا منك انت قلتي بيحبوني بس اكيد في خوف نوعا ما. تعملي ده اصل انا المدرسه اللي انا فيها مختلط شباب وبنات انا حاليا اصعب انك تتعاملي مع اولاد يعني لما تلاقي حاجه كده مثلا لازم ياخد في يعني انت مش مع التربيه الحديثه مع التربيه الحديثه بس لما توصل لمرحله تعدي ولد على بنت مش هسيبه بقى مش هسيبه لا تعالى بقى تنصحيه الاول تنصحيه الاول انصح مين؟ مفيش يا ماما الكلام ده يعني يعني تعملي ايه ماشي هتضربيه ازاي يعني؟ بالعكس اصل انا لما بعمل له كده يعني الولد ده كان ابوه جزار احكي لنا ايوه احكي لنا بقى فخد قلم محترم كده فبس هو كان عمل ايه الاول عشان عارف ان هو غلطان إيمان. غلط في بنتي يعني غلط. هو بيتحبي هو عمل ايه يستدعي ان هو يضرب بالقلم كان بيكتب اسمها على كل السبوره في المدرسه حبي الولد بيحب البنت وكده يعني طلعها المصري بيضايقها يستناها بره ومش عارفه كده يعني فاكل بالقلم لا ما انا كلمته بالراحه ما استجابش. طب وبابا المعلم الجزار عمل ايه؟ لا بابا جالي بصراحه وانت على راسنا يا كابتن راجل محترم. طب ده عنده اخلاق. طب انت بتعرفي تطبخي يا ايمان؟ هم عشان ليه؟ عشان عارفين ان انا استني بس حته الطبيخ دي عارفين عشان انا بحبه وخايف عليه ما بتعملي اللي في مصلحته اللي ما يخليهوش وهو ده زي زمان يعني معلش التربيه الحديثه ليها وضعها بس لازم زي حاجه زي روح القانون فانا مش معنى ان انا مدرس ممنوع اضرب اشوف اهانتي او الطالب يمد ايده على المدرس زي ما بنشوفه دلوقتي يبقى خلاص لا هسكت عشان القانون لا تمام